تقترب الروبوت نحو الطرد وذلك وتفجيرها بينما نشاهد الآن قدوم سيارة أخرى للعدو في محاولة أخرى لاختراق نقاط التفتيش، ولكن عناصر حرس الرئاسة لها بالمرصاد يتم تفجيرها بينما تقترب سيارة أخرى مسيرة عن بعد. يعترضها الآن عناصر حرس الرئاسة الخاص وتتم ربايتها من قبل الدراجات، بينما هنالك سيارة أخرى وعلى متنها عناصر العدو يتم اعتراضها. في هذه الأثناء يتم طلب فريق التدخل السريع الجوي، بينما تتم عملية اشتباك عنيفة بين عناصر حرس الرئاسة الخاص وعناصر العدو. نشاهد الآن وصول مروحية البلاك هوك تحت حماية جوية من قبل مروحية البل وعلى متنها عناصر نسائية. الآن نشاهد ابنة الإمارات ستقوم بالهبوط عبر الحبال من مروحية البلاك هوك وهي ضمن فريق التدخل السريع الجوي. نشاهد الآن العناصر النسائية لحرس الرئاسة الخاص تهبط عبر الحبال وذلك للمشاركة في هذه العملية، بينما نشاهد سيارة أخرى للعدو تقترب ولكن يتم اعتراضها من قبل ابنة الإمارات. نشاهد عناصر فريق التدخل السريع الجوي النسائي يقومن الآن بالتقدم نحو عناصر العدو التي ترجلت. نشاهد كمين عبارة عن مفخخات يتم التدخل السريع الأرضي مع مصدر الهجوم، بينما تتم الآن عملية الالتباب الدائري للموكب لسيارة الموكب 180 درجة نحو الجهة الأخرى لإتمام عملية الإخلاء السريع. يتعرض الموكب الآن لمفخخات أرضية آمنة، ولمعالجة هذا التهديد يقوم مركز العمليات المشترك وسريعة وتكليف كل من قيادة القوات البرية وقيادة القوات الجوية ولعرقلة أي اقتحام، بينما يقوم العدو بتوزيع مقاتليه في المباني المحيطة بالمنطقة. تستمر طائرة الاستطلاع الآن بالتحليق حيث كلفت برماية أهداف للعدو، والآن تقوم برماية أهداف العدو بينما تتعرض لرمايات أرضية من قبل العدو. إذن شاهدنا طائرة الاستطلاع المسلحة المسمى بالحارس تحلق في السماء وتقوم بجمع المعلومات عن العدو. يتضح من خلال هذا الاستطلاع بأن هذا العدو هو عبارة عن قوة إرهابية غير نظامية مسلحة بأنواع مختلفة من الأسلحة. في هذه الأثناء يتم تكليف قيادة لواء الفرسان وذلك لتنفيذ عملية مشتركة مع القوات البحرية والطيران المشترك للتعامل مع الأهداف التي تقع أمام المنصة جهة اليسار وهي عبارة عن المباني الثلاثة، بينما شاهدنا تعرض طائرة الاستطلاع لرماية أرضية من قبل العدو مما يجبرها على المغادرة. نشاهد الآن الطائرات المقاتلة تقوم بتنفيذ ضربات جوية متتالية ومتتابعة والقيام بالرماية على أهداف من الآليات وخنادق ومنصات للمراقبة وأي تحركات مشبوهة للعدو، بينما شاهدنا طائرة الاستطلاع المسلح تغادر. الآن نشاهد طائرة مسيرة عن بعد تابعة لفريق الفرسان، طائرة من نوع بيوما تقوم بالتحليق لجمع المعلومات عن العدو، بينما نشاهد الآن اقتراب فريق لواء الفرسان نحو الشاطئ. تستمر الرماية من قبل زوارق الإنزال السريعة وذلك لتمهيد عملية الإبرار لفريق الفرسان، بينما تقترب الزوارق التي يتواجد على متنها عناصر فريق لواء الفرسان. تستمر الرماية من قبل زوارق الإنزالية الأباتشي الهجومية، الآن تقوم بالرماية رماية تمهيدية على الأهداف الساحلية للعدو. نشاهد الآن بدء عملية الإبرار البحري حيث نجح فريق الفرسان في فتح ثغرة في الموانع البحرية على الشاطئ وذلك باستخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة التي بحوزتهم، بينما تستمر
عملية الرماية التمهيدية من قبل مروحيات الأباتشي. تقترب الآن مروحية البلاك هوك التي ستقوم بإنزال رجال الفرسان من الجو باستخدام الحبال. إذا هنالك الآن عملية الإبرار البحري والجوي بالتزامن لفريق لواء الفرسان، حيث نشاهد عملية الإبرار عبر الزوارق وكذلك عبر الجو. تتم الآن عملية تطويق للمباني الثلاثة، ونشاهد عملية اقتحام متزامن من البر ومن البحر من قبل عناصر فريق لواء الفرسان، وذلك لتطهير المباني الثلاثة من العدو المتحصن فيها. نشاهد الفريق الهجوم الأرضي والجوي التابع للعمليات الخاصة، حيث نشاهد المروحيات الهجومية من نوع بل تقوم آليات العمليات الخاصة. نشاهد فريق التدخل الأرضي والجانبي عبر الآليات السوداء وآليات المارس لتطويق المبنى من كل الجهات، بينما تبدأ الآن عملية الاقتحام من الجو باستخدام مروحية البلاك هوك، والتي تقوم الآن بإنزال رجال العمليات الخاصة عبر الحبال على سطح المبنى. كذلك نشاهد فريق التدخل الأرضي وفريق التدخل الجانبي مستخدمين سيارات المارس. تجري الآن تستمر عملية هبوط عناصر العمليات الخاصة الآن عبر الحبال على سطح المبنى. يتم الآن تدمير مداخل المبنى الأرضية والجانبية والعلوية، وتجري الآن عملية اقتحام للمبنى من السطح ومن الجوانب ومن الأرض من قبل رجال العمليات الخاصة، بينما نشاهد مروحية الشرك الآن تقترب، وذلك للمشاركة في هذه العملية. تجري الآن عملية اشتباكات عنيفة داخل المبنى من قبل رجال العمليات الخاصة وعناصر العدو، وذلك لتطهير المبنى من عناصر العدو، بينما نشاهد مروحية الشرك الآن تهبط على الأرض. تقوم مروحية الشرك في هذه الأثناء بإنزال الدراجات رباعية العجلات التي تتميز بسرعتها الفائقة ومقدرتها على الحركة والمناورة، لتلتحق بآليات العمليات الخاصة في عمل طوق أمني وجاه. بينما نشاهد الآن آليات ومدرعات شرطة رأس الخيمة وقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بعد أن قامت بفض هذه المظاهرات، نشاهد الآن قدوم المقاتلات ميراج 2000 من جهة اليسار. نشاهد اقتراب المقاتلات الإماراتية من والخنادق ومنصات المراقبة. عملية الإبرار من لعناصر فريق القتال البري عبر زوارق الإنزال السريعة. نشاهد الآن الأباتشي تقوم بالرماية رماية تمهيدية على الأهداف التي تقع جهة اليمين، وذلك للتمهيد لعملية فريق القتال البري، وذلك لتهيئة الميدان لدخول البرمائية التي لديها المقدرة على العوم على المسطحات المائية. بينما نتابع المدفع G6، نشاهد المدفع G6 يقوم بأخذ مواقعه والرماية رماية تمهيدية على الأهداف، وذلك للتمهيد لعملية فريق القتال البري. تستمر عملية وصول ناقلات الجند ودبابات النوكلير. تستمر الآن مروحيات الأباتشي الهجومية بالرماية على الأهداف، رمايات تمهيدية وكذلك مدافع G6. نشاهد الآن تحرك الدبابات من الألغام. نشاهد الآن دبابات النوكلير تأخذ مواقعها وتقوم بالرماية، بينما تقترب آليات طبيان الآن نحو حق الألغام، وذلك لفتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام لتمهيد لعملية مرور آليات فريق القتال البري. نشاهد الآن آليات طبيان التابعة لمجموعة هندسة الميدان تقوم بفتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام التي تتواجد بين الآليات وبين الهدف. نشاهد الآن قيادة الاختراق التحصينات الأمنية. شاهدنا الأباتشي تقوم برماية القارب رماية
صعبة وإغراء القارب في البحر، بينما نشاهد عملية التوسع لآليات وداخلات فريق القتال البري. نشاهد الآن اقتراب المقاتلات F-16، بينما نشاهد من جهة اليمين هبوط طائرة الركاب المدنية المختلطة بعد أن تم إجبارها من قبل المقاتلات الإماراتية. مدنية وعلى متنها ركاب مدنيين في هذا الشارع الرئيسي للمدينة، بينما هنالك عناصر للعدو لا تزال موجودة تقوم باعتراف حافلة الركاب المدنية في محاولة لاختطاف هذه الحافلة. يتم تكليف قيادة العمليات الخاصة لحرس الرئاسة لتحرير المدنيين من هذه الحافلة وكذلك لإلقاء القبض على عناصر العدو. إذا نشاهد اقتراب آليات العمليات الخاصة الآن تحت غطاء جوي من قبل تأمين جوي من قبل روحية البلد. نشاهد عناصر العمليات الخاصة يقومون بعمل طوق أمني بينما تقترب من روحية بلاك هوك الآن، وذلك لإخلاء الركاب المدنيين المحررين من الحافلة بعيدا نحو منطقة آمنة. نشاهد الآن مروحية البلاك هوك وعلى الأرض رجال العمليات الخاصة وهم يؤمنون هذه العملية. نشاهد إنزال لسلة الإنقاذ، سلة الإنقاذ التي تستخدم لعمليات الإنقاذ السريعة في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الظروف وظروف العمليات، بينما تتم هذه تأمين هذه العملية من كل الجهات من البحر ومن الأرض ومن الجو. نشاهد عناصر العمليات الخاصة بمعية الركاب المدنيين المحررين من الحافلة يعتلون سلة الإنقاذ وذلك للارتفاع بهم بعيدا نحو مكان آمن. إذا نشاهد مروحية البلاك هوك تقوم بالارتفاع شيئا فشيئا نحو السماء رافعة معها سلة الإنقاذ وعلى متنها عناصر العمليات الخاصة لحرس الرئاسة بمعية العناصر المدنيين المحررين من الحافلة، بينما نشاهد رجال العمليات الخاصة بعد أن قاموا بتأمين هذا العمل المشترك. هنا نستذكر الجهد الجبار الذي بذله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تطوير القوات.